من بداية وعيه للدنيا والتفكير في المستقبل، حلم فهمي إنه يكون مخرج سينمائي أو تلفزيوني مشهور. الأضواء بتبهره، الكاميرات مصدر سعادة لي، غرفة التحكم أو الكنترول روم بمثابة غرفة تحكم الطائرة. بعد ما خلصت ثانوية عامة كنت حابب إن أنا أخش معهد سينما، بس والدي رفض وقال لي خش حاجة مضمونة، ما تخشش حاجة معتمدة على الفرصة. فأنا ما رضيتش أجادل معاه وقتها لأن هو كان تعبان ساعتها، ما حبيتش ان انا ازود عليه التعب، ما حبيتش ان انا اضايقه. سمعت كلامه بس اكيد طبعا ما نسيتش حلمي، وفي يوم من الايام هرجع له تاني. فهمي واحد من متابعي برنامج العبقرة بكل شغف، بس فهمي دايما كان انبهاره بكل التفاصيل الإخراجية وبيشوفها بنظرة مختلفة. دي أول مرة ليا أدخل مكان زي ده، صراحة حسيت بانبهار، موضوع شدني أكتر. يعني في حاجات كتير موجودة هنا طبعا هعرفها كلها، بس الدراسة هتجيبني هنا أكيد في يوم من الأيام. لأول مرة أدخل استوديو تصوير ليه، موضوع برضو ليه رهبة وليه انبهار. دايما وأنا لما كنت بتفرج على البرنامج في التلفزيون كنت بتخيل نفسي قاعد هنا، كنت عايز أجرب الإحساس إن أنا أدوس على البازر. طبعا حاسس بفخر وأنا شايف كلمة كلية التمريض مكتوبة، وكمان الشعار بتاع البرنامج المهنية الاحترام الإنسانية، ودي طبعا صفات لازم كل الاستاف بتاع التمريض لازم تكون عنده، لأن مهنتنا مهنة إنسانية قبل كل حاجة. فهمي موقفش وما تنزلش عن حلمه، دخل كلية تمريض بناء عن رغبة والده، بس نمى حلمه بالكورسات لحد ما يستكمل دراسته ويرجع لحلم الإخراج من تاني. فكرة إن أنا أخد كورسات في الحاجة اللي بحبها مش مؤثرة على الكلية، أنا الحمد لله ماشي في الكلية كويس، بستفيد بالكورسات اللي أنا باخدها إن أنا باخد فكرة أكبر عن المجال، المجال أنا حابه لازم أدور فيه كل شوية عشان أتقدم فيه، مش إن أنا خلاص دخلت تمريض أنسى الحاجة اللي أنا عايزها، وبدور عشان أفضل أبقى دايماً up to date للحاجات اللي نازلة، أبقى عارف إيه الجديد وإيه اللي بيحصل، ما بقاش عشان ما تفاجئش بعد كده لما اخلص. بالرغم من حلم فهمي الاساسي هو الاخراج، الا انه طالب متفوق في التمرير وحصل على لقب افضل طالب في الحلقه. افضل لاعب في ماتش النهارده فهمي سلامه ب50 نقطه. طبعا فرحتي مضاعفه ان انا كسبنا وكمان خدت البيست بلاير، بس فرحتي بالمكسب اكبر، خصوصا ان احنا كنا بعاد جدا، وانا يعني كان في ناس كتير بتقول ان احنا خلاص خسرنا، بس الحمد لله ربنا معانا وكسبنا النهارده. النهارده بسجل حلمي في برنامج العباقره. لازم كل واحد يدرس الحاجه اللي هو بيحبها علشان يعرف يأدي فيها، ولو الظروف شات ان انت ما تدرسش الحاجه اللي انت بتحبها ما تنساهاش وركز فيها، ان شاء الله توصل لها بعدين. إن شاء الله أوصل للحلم ده، بس هبتدي فيه خطوة خطوة إن شاء الله لحد ما أوصل للآخر. فهمي، لازم تمشي ورا حلمك بس بعد ما تكمل دراستك، لأنك واحد من أفضل طلاب عبقرة التمريض، وأسرة برنامج العباقرة مستنية تشوفك على الريد كاربت.